المواصفات ما تنفوها بكل المجمعات، لأن بعض المجمعات تحتوي فقط عمارات سكنية مرتفعة، وبعض المجمعات عمارات مرتفعة زائد منخفضة، وبعض المجمعات وحدات سكنية تكون متنوعة يعني فيها تايب فيلل وتايب وحدات 200 متر وتايب وحدات 250 إلى 300. احنا الحقيقة المجمع السكني اللي اختاريناه يعني لأغراض أكاديمية حتى تحطون كل الأنواع اللي من الممكن أنفذها خلال مجمع إسلام. ولا تنسون أنه العامل الحاكم في تحديد نوعية المجمعات السكنية هي عامل المعايير. يعني أنا إذا خليت معايير كلش عالية راح تطلع عندي بلل بالنسبة للوحدات السكنية، وراح تطلع عندنا أبراج تكون الشقة بيها تقريباً 250 إلى 300 متر مربع، يعني كلش معايير كلش مرتفعة، وهاي نلقيها في أبو ظبي، نلقيها في الإمارات، نلقيها زين بالسعودية، يعني المعايير كلش عالية. بينما إذا معايير متوسطة راح نلقي شقق 100 متر و 80 متر وحتى 70 متر، شقق تكون متوسطة زين. بينما المعايير المنخفضة هاي فقط لذوي الدخل المحدود اللي ما يقدر يبني شقة يعني هو، إلا تساعد المجمعات إنه يدخل يسجل على شقة وبعدين عملية الدفع تصير لأن الكلفة مالته أو الراتب مالته قليل، فيلجأ إلى البنوك، البنوك تمول المشروع وبعدين هو يبي يسدد أقساط المشروع إلى البنوك. وهي هاي صارت عندنا في بعض المجمعات اللي استهدفت الموظفين، مثل ما تعرفون الموظف يكون دخله محدود وما عنده عمل آخر سوى الوظيفة مالته اللي تأخذ الوقت مالته زين، فيلجأ الموظف إلى التعامل مع البنوك في سبيل تسديد أقساطه، أقساط المجمع اللي دخل به كشقة أو كوحدة سكنية. يلا عبد الكريم جاهز للعرض؟ يلا دكتور أشارك الشاشة. دكتور راح حتى عندي يطبقون هذا النظام مجمع الدرة ما راح سألتهم. أي مجمع الدرة؟ أي محددين بالموظفين. نعم وللموظفين خاصة. يلا عبد الكريم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. بالنسبة لفكرة التصميم يعني الحقول الزراعية قبل كانت مستقيمة وهسه صارت يعني هاي الدائرية اللي جاي نشوفها يعني هسه الاثنين، فأنا استخدمت الخطوط الكيرفيتشر والخطوط المستقيمة، فهني صور وأنا عندنا صور توضح لنا الفكرة التصميمية. بالنسبة للتخطيط دكتورة يعني لأنه أكو مشكلة بالحاسبة فما أقدر تحفظ الملف، هذا هو التخطيط صار نفس هذا يمثل إنه واحد من الحقول اللي هو مركز المدينة وأظن الشوارع الرئيسية هذا وهذا الشارع الثاني. بالنسبة للون الأصفر اللي هي الوحدات السكنية، وعندنا هنا اللاندسكيب الرئيسي أو التنزه العام للمشروع راح يصير ويا الأبراج اللي هذين أربع أبراج خليتهم بالبداية يعني أنا ودي ما تصير ويا الوحدات المنخفضة وتصير شرفية. عندنا هنا بالبنفسجي اللي هي العمارات، عمارات راح تصير متدرجة، وعندنا هنا هاي المنطقة راح يصير المركز التجاري اللي هو القريب على مركز المدينة، وهنا عندنا راح يصير المركز الصحي هنا قريب من المناطق السكنية، وهاي الجزئية راح تصير بها المدارس والخدمات العامة والجامع البقية.
طبعا الأبيض يحدد الطرق المحلية. الأبيض هنا عند دكتور الطرق هو الأبيض. شوفوا هواية بيكون ترافيك يعني اختراق من كل الجهات، من كل الجهات يمينا ويسارا شمالا وجنوبا. إذا تشوف كلش مبالغ بالاختراق دكتورة، هو هذا كله داخل الشارع الرئيسي يعني. يعني أقدر بسيارتي أفوت من جهة المركز الصحي مالتك، وأقدر أفتار هاي النص دائرة وأرجع بالجنوب، أرجع للجهة اليسار. يعني أولا اختراق كلش كبير في المحلة مالتك، تقدر تقتصر عملية الدخول مالتك إلى مجرد الدائرة هاي، ولو الدائرة كلش بعيدة. يعني راح يصير السيارة تفتر حول الدائرة وتطلع، حاول الدائرة تنزلها إلى 30، إلى 30، حتى شنو؟ حتى تخلق منطقة للعمارات المنخفضة الارتفاع بالأعلى. وين الجوزي اللي أنت خاله؟ تصير هناك منطقة للعمارات المنخفضة، زين، والمدارس والمناطق المركزية تصير داخل الدائرة نفسها، داخل الدائرة، لأن هي منطقة كومان سبيس، راح تصير بيها حركة سيارات، المدارس يريد لها باصات توصل، المركز الصحي يوصل إسعاف وما إسعاف، زين، فتكون مقبولة في حالة واحدة إذا قللت الثرو ترافيك بيها. اثنين، تحاول إنه تخلق لكل زون خصوصيته، يعني للعمارات المنخفضة لها زون محدد بس أبو العمارات يدخل بيها، أبو البيوت العادية ما يدخل بيها إلا إذا زائر، وهاي 10% بالسنة الصين. زين، والأبراج وضعيتها على الشارع أنا أوافقك فيه، صحيح هاي العمارات الفردية على الشارع العام هاي كلش أنا أوافقك فيه، حتى ما تصير شرفية أولا على البيوت، واثنين إنه العمارات البرجية هي مرتفعة كلش عن سطح الأرض بعيد ما يسقطون ضوضاء الشوارع. اي نعم دكتورة، تتسلق مستعجل الزرق خليها بنفس المكان. فحاول حتى اقبل هاي الفكرة مالتك، حاول تقلل من الاختراق المروري، هاي رقم واحد. اثنين، تنزلها بعد، تنزلها بحيث تكون ثلثين الى ثلث، حتى شنو؟ حتى تخلق زون خاص بالعمارات الواقعة الارتفاع اللي راح تكون اعدادها كبيرة بهالحال. يعني من راح تنزل انت السبب انه مصعدها لي فوق حتى الاعداد الوحدات السكنية وصفر تكملها. من راح تنزل، من راح تنزل راح تقل، فراح شو تزيد؟ تزيد العمارات المنخفضة الارتفاع ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. بعد البنفسجي، شنو البنفسجي؟ البنفسجي هي العمارات، لا هاي العمارات تنشال بالكامل ويظل متنزه، يظل متنزه للمحلة، زين، وحركة السيارات فقط تكون من يعني أنا دا أقصد التجميع فقط، يختار داير مداير الدائرة ويطلع فقط، التجميعي أبو 8 أمتار أبو 12 متر اللي يريد يسوي سايدين 12 متر. اي نعم دكتور، هو سايدين فقط حول الدائرة ويطلع، والدائرة تنزل شوية. تمام دكتور، يعني هسه هو يجي يدخل من هنا يفتر ويطلع من هذا الشارع الثاني لو يرجع على نفس الشارع. هي البيوت هذول شلون اغذيها لهاي البيوت؟ من الشارع نفسه، الشارع اليمين، يفوت يغذي هاي ويطلع، يعني يصير فوق ساقات او يصير حولية، المهم ما توصل الى التجميع اللي انت خالي حتى ما يصير اختراق المحلة. ماشي دكتورة، بس بالنسبة لهاي البيوت السكنية تقسيمها هيك عادي لو سدها من هنا نخلي بحيث يدخل ويرجع وهذا الشارع؟ من ناحية التجميعي تنسد، ومن ناحية الشارع تنفتح، لأن هم مو شرط البيوت مكاناتهم بيتهم مو شرط العمل مالتهم داخل هاي المحلة، يطلع للدائرة مالته ويرجع، أو يطلع لبقية أجزاء المدينة ويرجع.
فإذا خلي علاقته بالشارع أكثر. بالشارع علاقته أكثر، بس علاقته بالمحلة تكون طرق مشاركة. يعني أنت صحيح راح تقطع السيارة تفوت وتطلع، بس أكو مناطق مشاة اللي هي يقدر يتمشى العصر يروح إلى المنتزه، يقدر يروح لبقية أجزاء المحلات للسوق المحلي. أوكي؟ تمام دكتور. أكو شبكتين من الطرق، شبكة للسيارات وتكون 6 متر المينيمم مالتها، وشبكة للمشاة. يعني أنا بنفس الوقت أقدر أتمشى أودي ابني للمدرسة وأرجع، يعني مشاة مو سيارة. وهاي الشبكة ما تتعارض مع حركة السيارة. أنا القصد من أقول لكم ما أريد يكون ترافيك، السيارة ما أريدها توصل إلى داخل المحلة وتخترق. اوكي دكتوره ان شاء الله. دكتوره بالنسبه لشبكه المشاة هي مو تكون يعني ملحقه ويا الشوارع مع السيارات، يعني مثلا يكون هو شارع فرعي سياره، انت سايق سياره اللي هي السياره تكون هي الارصفه، فلازم اني اخلق ارصفه اللي ما تقدر السياره تعبرها، فقط هاي الارصفه للمشاة. تمام دكتور ان شاء الله. فإذا التبديل الأول مالتك يكون منع الاختراق المروري، تحاول تقلل. اثنين، الدائرة شوية تنزلها حتى تعطي مجال للعمارات المنخفضة الارتفاع اللي هم 4 طوابق، أعدادها تكون أكثر من هاي. أنت 2 4 6 7، لا تصير يمكن 14 عمارة أو 10 عمارات تصير. تشكل مجموعتين، كل مجموعة فيها فضاء مفتوح ومصمم لها، وما تصير مربعات، ما تصير مربعات، لأن يعني العمارات المنخفضة الارتفاع على الأقل بالممر الواحد، بالممر الواحد على الأقل 5 شقق إلى 6 شقق. فتحاول تعالج هذا الموضوع يا عبد الكريم، وتصممها بشكل احترافي، حتى شنو؟ حتى احقق العدد المطلوب، لان انا اريد 500. من صارت الوحدات السكنية 250، يعني 250 الاخرى 100 تصير مثلا للبرجية او 80 للبرجية، والباقي تصير منخفضة الارتفاع، فلازم ازيد العدد. اي تمام دكتورة، هي راح تنحسب، يصير نسبة وتناسب. اي صحيح. يلا عندك هسه بعد تعليق اخر حتى اقيمه، وانت ارفعه على الجلاس لانه مرفوع هذا المشروع. تمام دكتوره هسه ارفعه. ننتقل لموفل. نعم دكتوره حاضر حاليا. يلا. دكتورة ظهرت الشاشة؟ نعم. دكتورة بالأول الفكرة التصميمية اللي هي الخلايا النحل اللي هي الشكل السداسي منتظم. دكتورة هذا الشكل. أول شيء الشعر الرئيسي اللي هو على اليمين يدخل من خلال المشروع، يكون على اليسار العمارات والأبراج، العمارات ذات عدة طوابق والأبراج، واللي على اليمين الوحدات السكنية المنخفضة، واللي في الوسط اللي هو الخلية السداسية اللي شكلت بها جسدتها بالخدمات، طبعا المدارس والخدمات التعليمية والمسجد. أما اللي على اليسار الجهة بالكامل فهي جميعها يعني وحدات سكنية منخفضة.
الشعر الرئيسي اللي هو طبل الفلكه ويطلع من الجهه اليسرى المشروع. انت بنفسك قلت يفوت من اليمين ويطلع من اليسار، فاذا ايش تعتبره هذا؟ ايش تعتبره هذا نوفل؟ شنو دكتوره؟ الشعر انت قلت يفوت من اليمين وبعدين يطلع من اليسار، فاذا هي مثل ترافيك اللي انا احذر منه. ترى يعني مو شارع يتوسط المشروع ومتصل بالجهلة؟ انت خلايا النحل، نرجع للفكرة الأساسية، خلايا النحل خلايا، انت مركز على خلية واحدة فقط ونجمع حولها الفكرة الإسلامية مالتك. زين، اذا يعني قبلت بهاي الفكره فلازم يريدها في المعالجات كلش قويه حتى نطلع بتصميم جيد يرقى الى مشروع مجمع اسكاني بمرحله الرابع. فاول بادئ ببدء حركه السياره دائما تميل الى الشوارع المنحنيه وليست اللي يكون بها حافات حافة. يعني أنا من أجيب سيارتي بالمشروع مالتك راح أفوت راح ألاقي صعوبة في عملية الاستدارة، زين، وبعدين أقدر أجيب في شارع آخر يوصلني للجهة الثانية. دكتورة يعني أول خطأ تصميمي يعني تصير بشكل منحني وجميع ال الصورات هاي، بس هي تقرأ فلفل فتقرأ سداسي. اي نعم اي نعم. انا مش اريد منك هسه هذا الصفر كله الاصفر توحده بمجموعة واحدة، يعني ما تكون على جانبي الشكل السداسي، يكون اما بالاعلى يا اما بالاسفل، يا اما باليمين يا اما باليسار، ما يصير ثلاث ارباع المشروع انت خاله على جهه الشكل السداسي. اي يعني المفروض السكن الافقي ينشال من الجهه اليمنى وبس ينحط على الجهه اليسرى، هاي رقم واحد. اثنين، معالجه الشوارع مالتها راح تختلف حسب المعايير، المعايير تقول لك كل 10 بيوت سكنية لازم ينتهي الفرع، فأنت عندك سطر كامل بالأسفل، سطر كامل البيوت تجي بيها 20-25 بيت أكثر، ما بيها يعني من المعيار ما بيها 10 بيوت، وإنما دكتور أقدر أفصل هين مثلاً أوصل 10 مثلاً وأخلي فاصل مثلاً لاندسكيب وهكذا يعني. أو تخلي فرع جديد، يبدي فرع جديد، زين، فتعيد تصميمها بالكامل، هاي الجهة اليسرى بالكامل تعيد تصميمها. تمام دكتور. أو تقلل منها، شلون أقلل؟ أزحف مالتك السداسي، أزحفه أكثر من نص، يعني يصير ثلث بثلثين حتى تكون معقودة، يعني أنا يعني إذا إجا بيت 11 ما راح أوقف عليه، راح يصير 11 ما يخالف، بس من يصير 12 و 13 لا. زين؟ تمام، فهم الدكتورة. أريد تتبع يونت وحدة، يونت الوحدة شو تقول؟ تقول خلية النحل سداسية، فإذا العمارات راح تكون أما سداسية أو أنصاف السداسية أو جزء من السداسي. يعني بس ال ما راح تكون العمارات ما راح تكون عدلة، ما تصير مربعة أبدا. ما تصير أبدا مربعات، وإنما تصير خلينا نقول وحدة نمطية أساسها هو السداسي. دكتورة راح أسوين بشكل سداسي. نعم، بس لازم تعطيني مبررات إلها، يعني كل ثلاثة من عندها لازم بيناتها كومان سبيس وبجنبها مواقف سياراتي، يعني كل مجموعة تخلق كومان سبيس ويمكن الدخول إلها عن طريق مواقف السيارات وبعدين ينزل يروح للشقة. فهاي وين تخلق لي إياها؟ تخلق لي إياها بالجزء الأيمن الأسفل، هذا كله يصير عمارات
منخفضة الارتفاع زين، وعددها لازم ملائم للعدد الكلي، لأن أنا راح أزحف شوية السداسي، فراح تقلل البيوت الصفر ومنها فوق راح يصير أبراج. هاي الأبراج أيضا تأخذ فد نمط محدد من الشبكة السداسي. زين دكتورة، بس السؤال وين الزحف، يعني اليسار أو لليمين؟ لليسار، حتى تخلي وحدة الديرة اللي بسويها 20 بيت و 25 بيت. تمام دكتورة، فهمت. هو تحاول تحنطني في الشبكة من المشاة، يعني ما شبكة، يعني مين يمشي إذا كلها هي شوارع، مين يمشي؟ شبكة المشاة تكون أما بمحاذاة الشوارع أو عكسها، إذا منها شارع أكون عكسها بالجهة الثانية الشارع. أوكي، فأريد شوية تغير من هاي المركزية، عندك مركزية كلش عالية، عندك استراق من الشمال من الجنوب من اليمين لليسار، يعني هاي السيارة تمشي براحتها مالتك المحلة ما بينها خصوصية. أوكي، وتوحد الماء عدل عليها ودز الشاي قبل التقديم، هم انا خاف. اوكي، انا اليوم تقديمي ب 11:59 دقيقه لكم، يعني حاول قبل هذا الوقت حتى اصلح لك. تمام بدي اذا قدرت ان شاء الله. اذا وقتنا حاضر تعرف. نعم دكتور، نعم حسب على. شكرا دكتور. كم الشاشة؟ دكتورة خذت فكرتين، فكرة الشبكة العنكبوتية وفكرة السعفة، يعني سعفة النخل، هذا التفرعات مالاتها. بالبداية أخذت الشبكة العنكبوتية ومثل ما قلت لي لأخذ جزئية من عدها، وجيت سكتت عليها بالقلم والأوتوكاد دكتور، طلعت عندي هذا سكيت مالي. اشرح لي التنطيق الفضائي مالتهم دكتورة. هنا عندنا الشارع الرئيسي مبين بالأسود، الشوارع الفرعية مبينة، عندنا هنا العمارات متعددة الطوابق، وهنا الأبراج، هنا العمارات واللاندسكيب يعني متطلباتها كلها، وهنا عند المحلات التجارية الخدمات دكتور، هنا عند الخدمات الثانية المستوصف والروضة والمدرسة الثانوية والمتوسطة والجامع دكتور، عندي هذا هنا صار الوحدات السكنية 215، ويا ذني صار 500 عدل، يعني ويا الابراج 4، ويا العمارات السكنيه صار 7، صارت الوحدات السكنيه 500 وحده عدل، يعني نفس المتطلبات دكتوره. وهذا البلا اخضر لاندسكيب، يعني اذا تشوف السنه نقدنا معظم الطلاب تشوف انه الفكره اذا اختراق ضامن، والمفروض اقلل من اختراق السيارة للمحلة مالته، يعني أما تدخل السيارة من فوق يفتر حول الدائرة مالتك ويرجع، يا أما تدخله من جوا من الجنوب تفوت السيارة تفتر حول الدائرة مالتك وترجع، فأنت تختار واحد من البدلاء. زين دكتورة، هذا من اليمين تفوت تفتر وتطلع، يكون هذا هو الشارع التجميعي من اليمين. دكتورة مو شرط انه يرجع من نفس الشارع الرئيسي، يعني اوكي دكتورة مو شرط انه يصير من الشارع الرئيسي، مو لو شلون يصير هذا، لان اكو شارع دكتورة يصير من هين، يعني يفوت من هين يتاف ويطلع من هين ويرجع. بس شنو بهالحالة؟ بهالحالة هاي الشوارع السوداء
الموجودة فوق وأسفل تصير فقط مشاة ما تصير سيارة. دكتور يقصدك بس هذا يعني هو هذا راح يصير هو بس هذا هذا التشريعي هو اللي يجيب الخدمة يجيب الخدمة ويطلع خوش البقية راح تصير أما يعني تفوت داخل جزء جزئية معينة وتطلع ما توصل إلى يعني تنغلق الدائرة بعد ما توصل إلها أي شوارع تجميعية عدا هذا الشارع اللي أنت دكتور يصير من هنا دكتورة يصير عادي يدخل عادي من هنا يعني هي المهمة شوية صعبة لأن أكو عندك بيوت فالمفروض من أدخل السيارة مرة أخرى أدخلها إلى جزء محدد وأرجع. دكتورة سينسد من هنا كلهن مو دكتورة هذا كله ينسد وهذا أنت يعني إنه السيارة لازم تدخل الكل بيت فشون أدخل كل سيارة لكل بيت أسويها مجاميع مثلاً تدخل السيارة من الشارع هذا على هالمجموعة الفوق ده أحكي الفوق اليمين الفوق تدخل السيارة فقط لهالمجموعة تفتر وتطلع بعد ما لها علاقة المجموعة الأخرى أدخل السيارة من غير جهة أدخل لها من اليسار هذا الفرع اللي مسويه من اليسار همين أدخلها لهاي المجموعة كولتي ساك وأرجع تمام دكتورة أوكي يعني أنا إيش أريد أمنع المرور المخترق للمحلة مالتي بغض النظر أنه الفكرة عجبتني وما عجبتني الفكرة هي طبعا معظمها صارت دوائر ما بيها يعني صحيح الشبكة العنكبوتية بيها دوائر بس بنفس الوقت بيها حركة من المحيط إلى المركز هذا العنكبوت من يمشي من المحيط نحو المركز نعم دكتورة مفروض السيارة من تدخل من المحيط إلى المركز دكتورة يعني دكتورة يصير من ينمو الدخول يعني إذا تريد تدخل لهالمجموعة الزرقاء الأسفل راح يكون تدخل فقط للبارك فقط للبارك مال العمارات وتطلع ما تدخل بعد ما تدخل للبقية يعني يبرد سيارته ويتمشى للبقية تفهمني؟ نعم دكتورة بس ما راح تصير شوية اي تصير بعيدة لان انت حاط المركز حاطه بعيد فالمفروض موقف السيارة يصير نحو الاعلى ما يصير نحو الشارع الاسفل يصير موقف السيارة قريب على المركز حتى عملية المشي تصير بحدود العشر دقائق وإحنا المعيار شو يقول المعيار يقول عشر دقائق مشي تمام إذا يريد يتبطع يعني يطلع من السيارة من البارك من العمارة من البارك يطلع على الشارع يروح على التجميع مالتك على اليمين يفوت من السيارة من هناك يتسوق ويرجع ما تلق للبارك مالتك ما يتمشى زين دكتور أقدر أخلى الشارع مايل يعني إذا أريد أجيب من المحيط أجيبه من هنا يعني مايل يصير يعني هيك بهذا الاتجاه لا مثلا يعني ما بس هو الوحيد هو هذا التجميع فقط واحد عنده التجميع يكون واحد فقط ما يكون كل سيارة فحاول تحل هاي المشكلة وطان يعني إذا قدمنا بهاي الفكرة والله الفكرة الثانية شمين فرع النخلة أو سعف النخلة نعم أوراق شجرة النخلة متفرعة ريشة الشكل وخشنة الملمس وذات أطراف حادة يسمى أيضا جيدا النخلة أو الحوض وتشكل سعف النخيل مادة البناء الرئيسية لإنشاء مساكن العريش ويستخدم السعف أيضا لصنع السلال والحبال في حين يستخدم الجريد قضبان النخل ومجرد من أوراقها لصنع الأثاث وعندما تتوقف الشجرة عنها يتمات تستخدم الجذور في البناء دكتورة يعني أخذت الشكل النهائي ماله التجميع وصار هذا السكيت ماله يعني صار هذا المحور الرئيسي مالي اللي هو
هو رئيس مال التجميع، ومن هنا صارت السعف، يعني عبارة عن سعف، صارت استعارة تقريبا مباشرة. أنا ما أريد فكرتك تتقارب مع فكرة ديار، لأن ديار أخذ المحور الوسطي، فراح تكون الحلول مالتك أشبه بحلول ديار، فأريدك تركز على الفكرة الأولانية وتعوف هاي الفكرة. دكتورة على هذه؟ إيه، تحاول اللي تتلف عليه النقد، تحاول يعني تقلل من مساوئ هاي الفكرة، فيها مساوئ هواية، من ضمنها البيوت السكنية، يعني ما بيها وحدة جيرة، اللي قلنا عليها 10 بيوت لازم وحدة جيرة، ما بيها. دكتور أقدر أخليه هنا، يعني كل 10 بيوت أقدر أخلي وحدة جيرة. إيه، تقدر تسوي محلية، وتقدر تسوي شوارع اللي تشوف تمثله، يعني أنت مسوي نفسك باتجاه المركز تلتاف وترجع. تقدر تسوي شوارع باتجاه المركز حتى تصير الشبكة العنكبوتية اللي ترغبها وتحقق وحدة الجيرة إن شاء الله. تمام دكتور. إذن إحنا وصلنا لنهاية تقديم الفكرة. اليوم راح أحاول أنطي نقد مكثف لجميع الطلاب وأرفعها على مالكم الشغل، والدرجات إن شاء الله تنعلن في نهاية هذا اليوم. أرجو إنه كل طالب عرف أنا إيش أريد من عنده، ويسوي تغييرات ويرفع لي إياها على الجروب بالماسنجر حتى نقدر نعطي نقد مكثف، يعني يكمل لنا الشغل مالتنا وكثير مبال. يعني أنا متواجدة وياكم، يعني هاليوم تقديمكم هذا نقول شوية نسبته أعلى من تقديم الأولي، لأن بديتوا تدخلون بالمساحات وبديتوا تحطون شنو المطلوب من عندكم، فأرجو أنه هاي الدرجات اللي راح أخليها هي مو نهاية المشوار. زين، عندكم يعني عندكم افكار، بس هاي الافكار ما مدعمه بعد بالدراسه الدقيقه. زين، فلا تتفاجئون، يعني درجات لكم، بس الافكار تحاولون تطوروها، وعلى يوم الاثنين القادم يكون تقديم اكثر فاعلا، يعني يكون يدخل بالمود. حاولوا تشوفون مجمعات سكنية منفذة، أو تشوفون مشاريع قديمة لطلاب العمارة اللي سبقوكم الوجبات اللي قدمها، حتى تعرفون إحنا الدرس الديزاين فيها معايير، فيها حسابات، مهندسين وتطبيقات تصميمية، رب العمل شو يريد من عندنا عشان نفذة. المعايير هي مفيدة لنا وفي نفس الوقت محددة لنا، لازم نعرف حدودنا وين نوصل، يعني احنا ما ننطلق بالأفكار وليس المعايير، فالمفروض نوفي بكفتي الميزان. كفتي الميزان شو نقول؟ نقول تصميم جيد وراقي، زائد الكفة الثانية معايير ومحددات قاسية جدا، فلازم نوفق بين كفتي الميزان للوصول الى تصميم يليق بمرحلة الصف الرابع. انتم على وجه التخرج ان شاء الله، فالمفروض يعني كل خط احطه احسب لي الانتكسار واوفي بمتطلبات التقديم. ارجو انه النقد كان وافي، وراح كل طالب راح اسحب الفكرة مالته وأسكت عليها وأدش إليها حتى يحاول منا اليوم الثنين. أريد أخطط للطابق الأرضي أوتوكاد، زين، كامل متطلبات، للصممون للمدارس، المدارس ما أريد تصميمها، فقط الحدود الخارجية. صممولي يعني ولا البيوت ولا الصممون للبيوت، فقط أريد المخطط السايد مضبوط،
زين وقياسات محددة وحدة الديرة ملائمة زين، واللي يتوسع أكثر ويقول إنه أنا راح أخذ نمط تصميمي لازم أدخل بالتفاصيل حتى أعرف شلون يصير هذا النمط، هذا يعني فد شيء متقدم. أأمل إنه كل طالب يبذل جهد، عطلة العيد خلصت المفروض أبني أشتغل طالب ضمن منهج التصميم المعماري وأوفي حقه.